الهيد سنتر. اوكي، بعدين ارسم من هنا هذا الخط اللي هو سنتر، بعدين انطي بوينت 0.5 حتى يصير عندي هذا المحجر. ميرر على هالسنتر، انطي شوية اكستند لان هذا طلع اقصر. ميرر مرة ثانية على هالسنتر، هذا طلع زايد، فالترم من هالخط امسح منه ذولا الزواد. زين، هذا اريد اخذه نسخة، فاخذه على جهة كوبي، هذولي اخذهم كوبي واسوي لهم روتيت هالاتجاه، حتى شنو هذا الخط اخذه نفسه واخليه هنا، اوكي، حتى تطلع نفس المسافة نفس الخطوط هنا، بما انه هو هذا مربع فبس اسوي له روتيت. هذا انطي ام اي ميرر هنا وشوية اكستند كامله. زين، راح احتاج نفس هالخط اللي هنا هنا حتى يسوي لي المحجر، واخذه كوبي منه الى هنا. تمام، زين، هذا هو اول خط اسوي بيه الدرجات. اوفسيت بوينت 3 الدرجه الوحده، هاي وحده 2 3. اوكي، عاده المحجر يصير الخروج مالته منه من برا عن الدرجه بوينت 15. اوكي، هذا اكستند بعدين فيلت، هذا ويا هذا ويا هذا. زين، دول كلهم اسلكهم واخليهم بيا لاير لاير اللاند ماتش بروبرتيز، هنا ذولي اسويهم هذا اللاير. واضحة طلاب؟ واضحة؟ ما واضحة؟ اكيد. زين، هذا انا دا اسوي هذا الخط اللي برا، اي هذا ما بي شيء. اوكي، راح نقول له فايل اوبن اوبن دروينج على الديسكتوب اللي هو هذا. اوكي، تمام. فبس سيفته، ولانه صار اكو شيء ظاهر دست اكثر من ايعاز وما قام ياخذ، حتى اوفست ما ياخذ. فهسه مثل المسافه اللي هي من هنا اوفست، فاوفست بهالاتجاه اللي منا الى هنا، هذا احتاجه. راح ادوس فلت، فهذا ويا هذا، بعدين اكستند الى هالجدار حتى اوصل هاي الحافه مالت اللاندسكيب برا. اوكي، هسه الى هنا انا كملت اللاندسكيب برا، كملت هاي القطع، كملت فتحات الابواب، شبابيك، شلون استخدم اللايرات واحول بيناتهم. اشغل اللاين ويت، البوينت 6 كلش هوايه، فاقللها حتى اقدر اسوي هاتش بداخلها، اسوي بوينت 35. اوكي، زين، هسه هذا شغلي، اخذه على جهه كوبي. ها هو اجا هو والصوره، اقدر يعني هي امسحها، بس انه احتاج بعد تفاصيل اضيف. مثلا هو هذا نفس العمود، اخذ 2 من ذولي كوبي واطفي الاورثو، خلي هذا واحد هنا وهذا ازحفه منه، اشغل الاورثو حتى يصير مايل الى هنا. هذولي ما احتاجهم. زين، احتاج درجات اللي هي هاي اللي هي تعتبر لاند. تمام، هذه وهذه وهذه مفروض تصير بلاير لاند. اوكي، زين، هسه راح احتاج اجيب ابواب وقطع اثاث للشغل مالتي، واقدر طبعا اكمل الشبابيك. هذا السنتر بوينت 5، هذا شباك، لا مو بوينت 5، بوينت 7 5، هم لا بوينت 6، اوكي بوينت 12 5، هالجهة، وبعدها بوينت 8. اوكي، هذول كلهم ميرر بهالاتجاه. تمام، ترم وامسح هذولي اللي انا ما اريدهم.
ار هذول همين، هذا هم ما اريده. سويت هاي الفتحة مات الشبابيك زين. هذا راح انطي منه offset 0.5 بعدها متر اللي هي فتحة الباب، بعدين 0.5 هماتين، بعدين اتوقع هاي المسافة 0.6 او 0.7 امسحها extend هذولي اللي هي هسه trim هنا أنا فتحة باب. هاي هي وياها مفروض تنمسح. هنا أنا حيجي عندنا 1.2 بعدين 0.125 هذا 1.2 الفتحة الثانية للشباك، معناتها كلها tr trim وامسح شغلات الزايدة زين. عندنا هذا اللي هي مثل المدفأة مات البيت، فممكن يعني عندي أكثر من طريقة، ممكن هذا ركتانجل أجيبه إلى هنا أوكي، وبعدها ممكن هذا وهذا اللي هو أصغر من يمه، وبعدها أنطيها ترم يعني هذا الداخل مالته ممكن إذا هو هيك شكله، فلازم أطفي الأورثو من هنا إلى هنا إلى هنا هذه، وهذا هو السنتر زين. هذول آخذهم كلهم ميرر، شغل الأورثو وميرر هنا فيصيرون نفس النقطة، وأنطي ترم أوكي حتى أكمل هاي فتحة مالت المدفأة. ممكن استخدم ركتانجل ثاني في الاتجاه حتى اكمل هذا اللي هو هنا يكون ضمن لاير فرنتشر فشي فاتح، وهذا كملت مالتنا زين. من هنا عندنا اوفست 0.25 بعدين متر فتحة الباب، بعدين 0.125 اللي هو الفاصل، بعدين 1.2 تقريبا اي ممكن اكستند هالجدار، كلهم الجدران اللي اني سويتهم هسه. اترم منا هذا الجدار شكو شي طالع زايد عليه، ها هذا ما واصل له اصلا، لازم هذا لان احنا ما سوينا، سوينا للاصفر هو احنا ها مسحنا هذا الاصفر اوكي هذا ننطي اوفسيت لان مسحنا اللي وياه الى هنا للداخل. هنا عندنا شباك فهذا يكون اكستند بالاتجاه، بعدين offset 1.2 هو اصلا موجود هنا فبس ترم اوكي حتى يصير عندنا هاي الرقم منه زين. هذا تتخيله هو نفسه هذا، ما اعرف اذا هو نفس القياس لو لا، بس اني هيش دا اشوفه. سوي له روتيت، اخذت نسخة منه روتيت، وهذولي اخذهم واخليهم، احتاج خط سنتر حتى اقدر اخليهم بالسنتر. هذا خط سنتر هنا، فاخذهم واخليهم بالسنتر مال هذا اوكي. ترم اول شي هذا امسحه وترم